نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مسهلا ويا حياكم الله اخواننا ومشاهدينا، ارق واجمل واطيب التحايا من فريق عمل برنامج قضايا الساعة. نحاول نسلط الضوء على كل قضية، نحاول نتحاور فيها مع المختصين، نحاول نزورهم في اماكنهم، في مكاتبهم، في عياداتهم، في مستشفياتهم، نحاول يعني ناخذ الموضوع من كل ناحية حتى نصل الى الحلول السليمة في النهاية. ما راح نتكلم شنو صاير في الفترة الأخيرة، خلونا نشوف هذا التقرير وراجعين لكم مرة ثانية. تعتبر مهنة الطب من المهن العظيمة والشريفة لما فيها من أجر كبير في إنقاذ حياة الناس وعلاجهم، والذين هم بحاجة إلى من يواسيهم ويعود بهم إلى حياة جديدة. وقد نسمع شكاوى وتذمرا من الكثير من المرضى حول أطبائهم وفقدان الثقة بينهم وبين أطبائهم، فالعلاقة بين الطبيب والمريض تعتبر عنصرا أساسيا ومهما في تقديم الرعاية الصحية وتشخيص المرض وإعطائه العلاج اللازم. وتعتبر كذلك العلاقة من أساسيات الأخلاقية الطبية للطبيب، والذي يجب عليه احترام خصوصية المريض وتعزيز كرامته وإبداء النصح له. وهنا تبدأ العلاقة الحميدة عندما يثق المريض بكفاءة طبيبه، فالثقة تعتبر أمرا مهما بين الاثنين، فكلما كانت العلاقة أفضل من ناحية الاحترام المتبادل تحسنت الثقة، وبالتالي أصبح التشخيص والعلاج أسهل وأفضل. أما إذا كانت العلاقة سيئة بين الجانبين وفقدان الثقة بينهما، فسوف يأتي العلاج ودقة التشخيص ضعيفا، وتنشأ مشكلات تؤثر على سير العلاج. ويجب على الطبيب أن يكون على قدر كبير من الوعي وتحسين علاقته وتواصله مع المريض إلى أقصى درجة، وعلى المريض كذلك تحمل قدر كبير من المسؤولية تجاه رعايته، كما أن السلوك الجيد للطبيب في تعامله مع مريضه يعطي كثير من الإطمئنان والمصداقية لدى المريض. ومن أهم أخلاقيات الطبيب المحافظة على أسرار المريض، ويجب عدم استغلال منصبه لمصالحه الشخصية، كما أن مصارحة المريض بأسلوب لطيف حتى لا يتأثر ويزداد عليه ألمه ومرضه. إن حقوق المريض وواجبات الطبيب صفتان مترابطتان ومتلاصقتان تكمل إحداهما الأخرى، فيجب على الطبيب مراعاة الله عز وجل أولا، ثم مراعاة أخلاقيات المهنة، كما أن على المريض التعاون مع طبيبه وتوخي الصدق في عرض حالته وصولا إلى الهدف المنشود، وهو الشفاء من المرض. كفانا الله وإياكم من شر الأمراض. حياكم الله مشاهدينا. ويمكن الفترة الأخيرة انتشرت بعض الظواهر، وركز على كلمة البعض، المشاجرات اللي تصير في الأماكن العامة سواء المطار أو المستشفيات أو غيرها من الأماكن العامة، المجمعات والمولات. احنا اليوم راح نركز على المستشفيات والخلافات اللي يعني انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد والقنوات الرسمية بثتها. سؤالنا شنو أسباب هذه الخلافات والمشاجرات، وخصوصا إذا كان دكتور مع مريض، مريض يعتدي على دكتور أو العكس أو أيا كان الموضوع. احنا اليوم راح نتعرف على حقوق المريض وواجباته. إذا كل شخص منهم المريض أو الدكتور عرف حقوقه وواجباته، أعتقد راح تنتهي هذه المشكلة. كان لنا زيارة ولقاء مع مدير مستشفى الفروانية دكتور حمود الزعبي، شوفوا شنو قال لنا بموضوع اليوم وراجعين لكم مرة ثانية. حياكم الله مشاهدينا واستكمال فقرات اليوم برنامجكم قضايا الساعة. موضوعنا يمكن شائك شوي وملف ساخن، نحاول نسلط عليه الضوء عن حقوق الطبيب وحقوق المريض. والسؤال المهم هنا أكيد يعني هذا الملف في الفترة الأخيرة انتشر انتشار كبير، وراح نحاول نركز عليه. لذلك أن زيارة المختصين بالمقام الأول هي مهمة لتعريف الناس بهذه المشكلة. لذلك اليوم زيارتنا لمستشفى الفروانية، ومعانا مدير مستشفى الفروانية دكتور حمود الزعبي. حياك الله يا دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا. حياك الله. أنا دكتور في البداية وقبل أندش في موضوعنا اليوم، مبارك لك الاعتراف الدولي الأخير اللي يعني للأمانة مفخرة للكويت، بالذات لمستشفى الفروانية. هذا الاعتراف الدولي نقول لك ألف مبروك. ودنا تعرفنا يعني بنبذة بسيطة عن الاعتراف الدولي لمستشفى الفروانية، ومتى خذيته، وشنو الإضافة اللي راح يقدمها هذا الاعتراف للمرضى والمراجعين عندكم؟ بداية صراحة أشكرك على التهنئة، وكذلك أوجه التهنئة والشكر
جميع العاملين في مستشفى الفوارية وخاصة إخوان رؤساء الأقسام اللي كان لهم دور كبير في هذا الإنجاز، وأن حققنا تقريبا يمكن أعلى درجات في هذا البرنامج. البرنامج هو زيارة لمدققي الاعتراف من وزارة الصحة، مدققي الاعتراف والجودة من وزارة الصحة، وكذلك من إدارة الاعتراف والجودة الكندية، وهي تبحث يعني مدى مطابقة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى الفروانية للمعايير الجودة في الكندية، ويبدأ يقيس يوازن بين المعايير الموجودة في المستشفى والمعايير المفروض تطبيقها. والحمد لله بفضل الله وفضل الجهود اللي عاملين في المستشفى ودعم الوزارة والسيد الوكيل والدكتور ومدير المنطقة قدرنا نحقق هذا الإنجاز. مبروك مرة ثانية يا دكتور، ويمكن هذا الاعتراف راح يكون تمهيد لدخولنا عن حقوق الطبيب. أكيد الأطباء الأفاضل الدكاترة المختصين في شتى مجالاتهم الموجودين سواء في مستشفى الفروانية أو في جميع مستشفياتنا بشكل عام، أكيد أن لهم حقوق معينة ما يمكن التنازل عنها، وبالذات يمكن نتكلم عن بعض الحوادث الدخيلة علينا وعلى مجتمعنا في الفترة الأخيرة، وبالذات يمكن قبل كم شهر اللي صار في مستشفى مبارك، اللي صار في بعض المستشفيات من اعتداءات وربما اعتداءات لفظية أو جسدية أو غيرها من الاعتداءات اللي اليوم ما شاء الله التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا يعني بعد 5 دقائق ولا منتشرة في كل الأجهزة وفي كل التلفونات. ما هي حقوق الطبيب اللي تحفظ حقوقه يعني خلنا نقول مهنيا وإنسانيا وأيضا اجتماعيا دكتور؟ طبعا حقوق الطبيب أولها طبعا لازم يكون هناك يعني توفير الجو الملائم للعمل، أيضا حفظ كرامة واحترام الطبيب، أيضا تزويد الطبيب بجميع الوسائل لتطور يعني تطوير المهني، تضمن تطويره المهني خاصة في مجال التدريب المهني، بالإضافة إلى محافظة على حقوق العامة الإنسانية والمادية، وأيضا أنه يكون في يعمل في جو ملائم ومناسب وآمن. نعم. يعني هذا باختصار حقوق الطبيب. نعم. زين دكتور، أكيد مهنيا يعني دكتور ما وصل لهذه المرحلة وما وصل لهذه الشهادة إلا مر بمراحل عدة. هذه المراحل اللي وصلته إنه يكون مثلا دكتور مختص درس 7 سنوات يمكن بعدها الزمالة وغيرها من هذه الأمور. نعم. اللي وصل يعني من المرحلة العلمية أنه مقدر ويعرف شلون يقدر الأمور، وفي الدول المتطورة يدرس الدكتور يسمونها الهيومن سكيلز اللي هي المهارات التعامل مع الناس، شلون ترد على سبيل المثال مريض أخطأ في حقك، وعمر الخطأ ما يعالج في خطأ، هذا صح. مبدأ في حياتنا يعني صح. تعلمنا وتربينا ديرتنا الحبيبة الكويت. خلينا نكون شوي ضد الطبيب ومحشوم الدكتور، وبالذات الدكتور يعني الكويتي أو الدكتور المقيم. أكيد دكتور أنا بصير ضد الدكتور شوي. هل المريض له حقوق إذا تجاوز خلنا نقول الدكتور معاه بعض الأساسيات؟ أكيد خلنا نتكلم عن حقوق المريض والمراجع العام اللي يراجعكم في المستشفى. نعم طبعا الدكاترة مثل ما تفضلت يعني هم مزودين يعني ومدربين على كيفية التعامل مع المرضى وكيفية التعامل معهم اللي نسميه احنا مهارات الاتصال مع الجمهور اللي كوميونيكيشن سكيلز. واحنا ايضا في المستشفى من اول يوم قاعد نحاول ان مثلا نسوي دورات بالتعاون مع بعض الجهات لدعم هذا الجانب. طبعا هذا فيما يخص في الطبيب. بالنسبه فيما يخص المريض طبعا احيانا تحضر يعني تحدث بعض المشاكل، واكثر المشاكل اللي تحدث بسبب يعني سوء الفهم او يكون يعني رساله مو واضحه من الطبيب او احيانا ما تكون واضحه من المريض. حقوق المرضى طبعا رقم واحد المحافظة على سرية المريض، احترامه، الاستماع للشكوى، ثم تقديم يعني التشخيص المناسب والعلاج المناسب، وأيضا بالإضافة إلى ذلك التوعية المناسبة للمريض، وأنه يكون يعني يدخل بكل احترامه للمكان أو للعيادة وأيضا يستلقي العلاج، ثم تسهل له عملية صرف العلاج والخدمات ما يتبع من خدمات أخرى مثل المتابعات، تحويل العيادات أخرى. يعني دكتور خلينا نقول التشخيص الأولي أول حق من حقوق المريض. زين دكتور أعتقد فترة الانتظار هذه اللي يقعد فيها المريض أحيانا بعض المرضى وبالذات خلينا نقول
فئات محددة، الكبار في السن، مرضى السكر، اللي أحيانا حالته إيرجنت أو مستعجلة، يعني وده يدش أو في ألم محدد، أو يمكن لكبر سنه ما يقدر ينطر ساعة أو ساعتين أو ثلاث حتى أنه يدخل على الدكتور. لا. هل في بعض الأمور اللي تسهل دخول المريض على الدكتور أو الطبيب؟ نعم، طبعا بداية خلينا نتكلم عن الفئات الخاصة مثل المعاقين، كبار السن، هذين لهم أولوية في الدخول على في صرف العلاج والدخول على الطبيب وأيضا في الفحوصات، فهذين لهم أولوية. وهذه اصلا سياسه متبنيتها الوزاره، الوزير بنفسه متبني هالسياسه هذه. جميل. ومزودين بكروت خاصه عند الدخول، وفي العيادات ايضا احنا حاجزين لهم ارقام معينه لهم تضمن لهم اول 10 ارقام في الدخول، ان هذه لكبار السن والمعاقين. فهذه الفئه الخاصه. بالنسبه لبقيه المرضى يعني طبعا في استثناءات، لكن على العموم ومن خلال حتى احيانا احنا عشان نصير شويه ايجابي يعني نحكم على الوضع بايجابيه وبعلميه، في دراسات قاعد نسويها اللي هي قياس رضا المراجعين، اللي شفناه يعني ان في يعني نسبه رضا يعني على الاقل يعني جيده في 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 الخدمات، فترات الانتظار على الاقل. طبعا هذا لا يعني طبعا احنا المستشفى اللي عندنا يخدم تقريبا 1,200,000 ما شاء الله، فتوقع فيه يعني احيانا تحت بعض الزحام قاعد تتعالج في حينه، قاعد تنحل في حينه، لكن لم يعني ما تحدث ذيك المشكله الكبيره اللي والله انه ممكن تاثر على المريض، خاصه الحالات الحرجه. واحنا عشان نحل هالمشكله هذه ايضا، وخاصه الحالات الحرجه وخاصه في الحوادث، عندنا نظام الفرز الحالات، يعني والفرز يتم على مرحلتين، في كاونتر للمرضى يقيم الحالات اللي يسمونها الحالات الخضراء اللي هي الحالات البسيطه اللي اشارات بسيطه نشله شيء بسيط كذا، الحالات الصفراء اللي تحتاج دخول مباشر على الطبيب اللي هي متوسطه، والحالات الحرجه اللي هي الحمراء هذه عاده مباشره الى غرفه الملاحظه والتدخل. فهذه يعني على الاقل احنا ضمننا ان الحالات اللي تحتاج عنايه ورعايه خاصه هذه لها اولويه. الحالات اللي والله لا تحتاج هذا ممكن ينتظر، وعد انتظار ما يكون كثير، خصوصا ان احنا مقسمين العيادات على بهالطريقه هذه. فاحيانا احنا يعني احنا الزحام ممكن يحدث، المطغى يعني عددها كبير، لكن احنا نسوي اليات وسياسات حاول تخفف من هذا شو اسمه. مثلا بالنسبه للعيادات قاعد نحاول ان نفتح عيادات تكفي لعدد المراجعين، في عندنا احصائيات مستمره لعدد المراجعين، اذا شفنا الحالات مثلا قاعده تزيد وفي ازدحام او فترات انتظار قاعده تزيد، طبعا بتعاون قسم السجلات عندنا والرعايه الصحيه الاوليه ايضا، وعندنا لجنه مشتركه معاهم، متى ما شفنا الانتظار فترات الانتظار كبيره يصير تعاون، تجتمع اللجنه ونشوف طلباتهم ونزيد عدد الحالات المفروض ان تحول للمستشفى ونقضي على مساله الزحام. جميل دكتور، الكلام اللي تفضلت فيه انا اعتبره تضمين لي انا وللمشاهدين، يعني فرز الحالات، يعني في البدايه انت قلت لي ان عندنا بعض الكروت اللي نحفظها لكبار السن والمعاقين وغيرها، انا بغيت اقول لك هل ممكن تسبب لك مشكله؟ يعني انا قاعد ويدش مريض قبلي وانا يمكن صار لي مده، ففي بعض الناس شوي ما عنده سعه الصدر وتقبل هذا، بس ما دام ان عندكم يعني طاقم خلينا نقول يفرز الحالات من حاله طارئه لا هذا على طول يدش، في حاله لا ما هي مستعجله نص نص لا ممكن تنتظر، في حاله مثل ما قلت الامراض اليوميه او الوباء اللي يعني من الجو او غيره هذا ما في مشكله انه متى ما صار انه يرق ما يدش على الطبيب، فانت طمنتني في الجانب هذا، لكن انا ابين لك الجانب اخر، اصابع ايدك مو سوى دكتور. لا. مو كل الناس يعني وصل من الدرجة العلمية أو الدراسية أو المهنية أو الاجتماعية أو حتى التربوية اللي تربى عليه من القيم إنه يفقه أو يفهم الكلام اللي أنت تفضلت فيه، فأكيد في ناس راح يزعل وراح يرفع صوته وربما يتعدى على الدكتور أو على الموظف الموجود، شو تسوون في مثل هالحالة؟ طبعا إحنا عشان نمنح اللبس اللي قد يحدث فيه، خصوصا احنا اكثر مشاكلنا تصير مساله الدور، يعني احنا طبعا بالنسبه لكبار السن حل المشكله ان الناس تعرف ان هذا معاق او كبير سن، فالاولويه المعروف انه الاولويه، وفي ايضا ارشادات مكتوبه على عند العيادات ان الاولويه للمعاقين وكبار السن واللحات موجوده، فالناس
بعد ومع الوقت قاعد يعني فعلا قاعد تقدر ويعني هذا الجانب انساني ما اعتقد لحد فامر هذا واضح. لكن احيانا يصير لبس مساله دخول بعض المرضى مثلا يكون مثلا يسوي فحص مثلا طالب الدكتور فحص فهو دخل راح يسوي فحص برد على الدكتور فحين لما يدخل تصير هالاشكاليه اللي فيها سوء فهم. لكن ايضا هذا احنا قاعد نطمن المرضى والممرضه فهم المرضى اللي برا هذا الوضع. المشاكل قد تحدث صح لان في ناس تقدر وفي ناس احيانا يعني يبقى في جزء بسيط يعني اللي هو ايضا مستعجل عنده ظروف يعني اصابع يدك مسوى يعني تعرف يعني كل واحد واحيانا يتعامل باخلاقه فممكن نواجه المشكله هذه. لكن احنا قاعد نتعامل معها يعني قد ننجح وقد ما ننجح يعني هذا طبعا يعتمد على الشخص اللي قدامك. لكن احنا قاعد نتعامل معها من خلال قسم العلاقات العامه من احيانا الهيئه التمريضيه لهم دور كبير في هذا الموضوع وايضا قسم العلاقات العامه. وعندنا ايضا لو صارت مثل ما قلت مشاده بين مريض ومريض او مشاده بين مريض ودكتور عندنا قسم العلاقات العامه عندهم مكتب للتدخل السريع بحيث انه في رقم مباشر سواء ارضي او موبايل يمكن يتصلوا فيه الهيئه التمريضيه ويتعامل مع الحدث ويتم عاده حل الموضوع. واذا ما قدروا يحلونه طبعا ممكن ياخذون خطوه اخرى لتحويل الموضوع للجهات المعنيه. والله ان شاء الله الناس عندها سعه صدر وتقبل. يمكن قبل شوي انا اقول لك كنت ادردش مع دكتور امس يقول لي ان في بعض الدول الغربيه عندهم ان المريض ينتظر 3-4 ساعات ما فيها مشكله. احنا الحمد لله ما وصلنا يمكن المرحله لكن انا اعتبر تعرف دكتور لعبه شد الحبل هي حبل من جانبين. جانب اذا الدكتور ما اخذ وقته مع المريض الدكتور خذاني بسرعه ويعني على قولتهم ما اعطاني التشخيص المناسب بسرعه. واذا طول الدكتور وعطى المريض حقه دكتور بطيء وانا قاعد انطره برا فمعلش يمكن ارضاء الناس غايه لا تدرك. فدكتور انا ودي نصيحه للمشاهدين المشاهدات المراجعين المرضى المواطنين المقيمين اللي يزورون مستشفيات الكويت بشكل عام شلون يعني يحترمون حقوق الطبيب وايضا يعني نعرفهم بحقوقهم بشكل عام. والله طلع شوف في احيانا مثل ما قلنا احنا التقدير ان الناس للطبيب وللخدمه هذا اهم جزء يعني. فلما الانسان مثلا او المريض يقدر ان هل الدكتور هذا قدم له خدمه والخدمه يعني انسانيه جدا يعني الطبيب ترى يقدم خدمات انسانيه كثيره يعني بغض النظر طبعا هو يدفع له راتب موظف عام كذا لكن ايضا الجانب الانساني ما يخلو. فيعني التجاوب الانساني مع الطبيب واحترام الطبيب تقدير الخدمه المقدمه هذا يعني جزء هام في الموضوع. مساله الانتظار طبعا احنا نواجه المشكله هذه مثل ما قلت يعني احيانا ان الناس يعني لما تطول مع صادف في حياتك اطباء اذا طولت معاه قال وش قاعد يسوي اذا 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 اختصرت ما قاعد معاي. فهذا يبينا طبعا احنا اطباء مدربين على ان يتعامل مع الحالات هذه انه والله كل حاله بقدرها حاله اوكي بسيطه تعامل معها على قد الوقت اللي يحتاج لها لا والله تحتاج اكبر لا يعطيها وقت اكبر بس لازم ايضا تعاون الناس معنا. فانا نصيحتي يا جماعه اذا طبعا لازم طبعا الصبر مهم جدا يعني تقدير ان كل واحد لازم ياخذ حقه لانك انت اذا تركت المريض الجدار ياخذ حقه والدكتور يفحصه ويجري الفحوصات اللازمه يجي دورك انت تاخذ نفس الاهتمام. لكن اذا والله يعني صار مساله ازعاج وكذا حتاثر على نفسيه المريض الموجود اصلا تاثر على نفسيه الطبيب انت ايضا تنزعج. لكن طبعا احنا ما نقول ان الوضع يعني 100% مثالي لكن قد تحدث مشاكل. فاذا حدث مشكله او انت المريض حاس ان حق من حقوقه مهضوم فيه عندنا كاونتر موجود بكل مكان في العلاقات موجود في العيادات الخارجيه وفي الحوادث وايضا حتى في الممرات في الاجنحه. توجه للعلاقات ولا جماعه وقول له مشكلتك انه والله انا تاخرت عندي كذا وهذا موعد اليوم كذا ممكن يتفهم ويحل لك الموضوع. لكن مساله يعني العنف او يعني هذا طبعا يعني مرفوض هو اصلا يرفضه وكذلك المؤسسه عندنا والمستشفى يرفضه.
فما نبي يطور الموضوع اكبر من حجمه اذا لم يعني يتبع القنوات الرسميه. دكتور سؤال اخير يعني من كلامك اللي تفضلت فيه، هل في رقم موجود واضح ظاهر للمرضى والمراجعين للشكاوى؟ يعني مثل ما قلت انت عمل بشري احيانا يصير في خطا يصير في قصور والكمال لله عز وجل. هل في رقم واضح للناس انه مثلا انا ارفع اقدم مثلا ملاحظتي او اقدم المشكله اللي صارت لي حتى يعينوني ويساعدوني في علاجها؟ اي نعم طبعا احنا في كل مكان في صندوق للشكاوى ممكن نحط الشكوى. اذا مثلا هو مستعجل يبي كذا ممكن يتوجه الى علاقات عامه عندنا. ممكن ايضا عندنا مكتب خدمه المواطن هذا ايضا تلقي الشكاوى، وعندنا لجنه اصلا لفرز الشكاوى هذه كل فتره تجتمع وتشوف الشكاوى الموجوده وتحلها، خصوصا الشكاوى اللي غير طارئه. لكن الطارئه عندنا مكتب العلاقات العامه، عندنا خدمه المواطن موجودين متواجدين في كل مكان يعني والصائن واضح يعني. جميل جدا تفعيل هذه الادوار العلاقات العامه وخدمه المواطن وغيرها وغيرها. الله يعطيك العافيه دكتور. عافيك. مشكور والشكر والتقدير للدكتور حمود الزعبي مدير مستشفى الفروانيه على يعني هذا اللقاء البسيط. خلكم معانا واستكمال فقرات برنامجكم قضايا الساعه. يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. ويمكن من اهم المشاكل اللي يواجهها اي شخص في العلاقات العامه والتعامل مع الجمهور هي الشكاوي من كثره الانتظار. وكثره الانتظار لان يمكن الكثافه السكانيه اللي موجوده في بعض المستشفيات. احنا حاولنا نغطي هذا الموضوع في فقره مع مساعد مدير المستشفى الفروانيه للشؤون الاداريه، وتكلم معانا عن الكثافه السكانيه وشلون زادوا الطاقه الاستيعابيه للمستشفى. خلينا نشوف هذه الفقره ونرجع لكم مره ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول شيء اشكركم على حسن الاستضافه. فاحنا كمستشفى الفروانيه عندنا توسعات سويناها مؤخرا، واخر مرحله هي الحوادث العامه اللي تشمل اكثر العيادات الموجوده الطوارئ اللي هي الحوادث العامه، الجراحه، الاطفال، الانف واذن وحنجره، العظام، العيون والاسنان. فجميع التخصصات الحمد لله موجوده، فجميع التخصصات موجوده ولله الحمد. بس احنا عندنا شويه الكثافه السكانيه في المنطقه اللي ما يقارب 1,200,000 نسمه تقريبا، ولله الحمد احنا الحين وسعنا وقاعد الوزاره ما قصر ويانا، والفريق العمل في مستشفى الفروانيه كله ما قاعد يقصر والحمد لله. حياكم الله مشاهدينا. يمكن هذه حلقه اليوم بكل ما احتوت يعني من تقارير وايضا من زيارات وفقرات، حاولنا نركز الضوء على حقوق المريض وحقوق الدكتور او الطبيب. وسؤالنا المهم، هل بعد هذه الحلقه راح تنتهي هذه الظاهره وراح يعني نقضي عليها قضاء كامل؟ احنا دورنا الاعلامي ان نسلط الضوء عليها حتى نقلل من هذه الظاهره، واذا كل شخص عرف شنو حقوقه وشنو واجباته راح تنتهي ان شاء الله المشاكل باذن الله عز وجل. نلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده مع برنامجكم قضايا الساعه. مع السلامه.